طبعا دلوقتي انا بقلد امينه شلبايه، ادي شوكه وسكينه عشان اللي ما يعرفهمش. طبعا دول معمولين عشان ناكل بيهم. وانا دلوقتي قدامي كنتاكي، المفروض ان انا طبعا لازم اقطع كده زي ما انتم شايفين، واحطه كده واروح واكله كده. ثواني اجيب منديل كده. ده طريقه امينه شلبايه. اما بالنسبه بقى لرشا رضا، ده ايه؟ كنتاكي، وده صوص. شكل النحوة. حلوان. فريع. خسر العظم. الله الله، ايه اللي وقع هنا ده؟ الله. اما بقى الايديكي بقى، في منديل هنا نمسحه فيه؟ لا لا لا، احنا ما نعملش كده. بعد كده بقى بامسح ايديكي براحتك على الاخر. طريقه اكل الكنتاكي. شكرا.